المعتصمين في ساحة الحبوبة هو اعتداء شافر على الأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ومنافيا لمبادئ بنود الدستور الذي ضمن حق التظاهر والتعبير عن الرأي، علما أن المحتجين خرجوا للمطالبة بالحقوق المشروعة التي ضمنها الدستور، ولم يعتدوا على أي شخص ولا على الممتلكات العامة والخاصة. وجرى الاعتداء من قبل جماعات مسلحة من الأحزاب، والذي تعهد رئيس الوزراء الكاظمي ببرنامجه الحكومي بحصر السلاح بيد الدولة، لكنه تنصل عنه. وعندما جرى الاعتداء على الساحة راح ضحيته 8 شهداء و80 جريحا، وكانت القوات الأمنية حاضرة وعلى مرأى ولم تحرك ساكنة. هنا سؤال يطرح نفسه: هل هذا تنسيق بين القوات الأمنية والجماعات المسلحة؟ وبخصوص بعض الشيوخ الذين اجتمعوا مع اللجنة، المفروض بهم أن ينزلوا إلى ساحة الاعتصام والدفاع عن أبنائهم الذين قتلتهم السلطة وعصابات الأحزاب. لا يعقدون اجتماعات بغرف مغلقة لتحقيق مكاسب على حساب الدماء التي سقطت على جسر الزيتون وساحة الحبوبة، وإن شباب ذي قار يرفضون الاجتماع والتفاوض مع اللجنة، ومن اجتمع معها ولا يوجد من يمثل الساحة من الذين اجتمع معهم فهم يمثلون أنفسهم. نمهل السلطة 4 أيام وبعدها تتحمل السلطة تبعات ما يحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أو ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل، نود التنويه أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم 107.27 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم الموضوع سنكمل الحديث عن تداعيات انتهاكات ميليشيا مقتدى الصدر في مدينة الناصرية. نتكلم عن الوفد اللي أرسل مصطفى الكاظمي إلى مدينة الناصرية والتقاء ببعض من يسمون بشيوخ العشائر هناك، وطبعا البيان اللي سمعتوه قبل قليل من الساحة من المتظاهرين من شيوخ عشائر، قالوا بأنه ذول اللي راحوا والتقوا بقاسم الأعرجي موفد مصطفى الكاظمي إلى ذي قار ما يمثلون التظاهرات، الأهداف النفعية اللي راحوا لها ما تخدم الثورة ولا تخدم التظاهرات، وهم ما يعبرون إلا عن نفسهم فقط. فحنتكلم عن هاي النقطة أيضا اليوم، وحنتكلم عن نقطة دائما ما تسعى أحزاب السلطة وميليشياتها وكل من ساهموا وشاركوا في العملية السياسية من 2003 ولغاية اليوم على إعادة إثارتها كل مرة، وهي النزعة الطائفية والمذهبية. مقتدى الصدر نزل ببيان على تويتر قبل أقل من الساعة، ذكر فيه نقاط كثيرة نطرح بعض منها، لكن أهم نقطة هي إعادة طرحها لموضوع أنه هناك هجوم وحملة تشن على المذهب، دير بالكم على المذهب، خافوا على المذهب، وكأن الموضوع في العراق هناك نزاع طائفي مشتعل بين السنة والشيعة أو بين المذاهب العراقية، بين المذاهب داخل العراق. فهذه اللغة وهذه أو هذا المسلسل اللي يعاد كل مرة لما توصل الأيادي العراقيين إلى رقاب من في السلطة، يبدون طبعا يثيرون هذه اللغة والنعرة الطائفية مرة ثانية. حنتكلم عن هاي النقطة. أريد نتابع قبل هذا الموضوع كيف رد المتظاهرون في الناصرية في محافظة ذي قار على مقتدى الصدر، وسبقوه بالرد على بيان اللي طلع يتكلم به عن المذهب والهجوم على المذهب. خلنا نستمع.
هذا الطفل اللي طبعا يعني اللقطات اللي شفتوها كانت في كربلاء. احنا عندنا مقطع من الناصرية نريد نشوفه. المقطع طبعا بعد ما اقتحمت ميليشيات مقتدى الصدر ساحة الحبوب بحرقة الخيام، استخدمت الشفلات الحكومية وبحماية من القوات الحكومية ودمروا الساحة وكذا، أعاد أبناء مدينة الناصرية بناء هذه الخيام لكن بالطابوق أو بالبلوك مثل ما يسمى محليا وبالأسمنت، بناء قوي شديد متين إن شاء الله حتى يحميهم من هذه الهجمات، وإذا كانت الخيام احترقت فهم عندهم وسائل ثانية. اللي حنشوفه بالمقطع هم أبناء العراق، شباب العراق، ما معروفين من يا مذهب، ما معروفين من يا طائفة، ما معروفين من يا ملة، كلهم يساهمون في بناء هذه الساحة، في إعادة إعمارها، في إعادة تواجدهم فيها حتى يردون على كل هؤلاء أو كل هذه الأصوات اللي تخرج لإعادة إثارة فتن طائفية ومذهبية وحتى يوقعون الشعب ببعض. هكذا يرد العراقيون على هذه الأصوات النشاز. خلينا نشوف هذا الطفل اللي من أحرار ساحة الحبوب استشهد قبل شوي. بعد ماك شوادر كله بلوك وكونكريت. عافية 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 يا وهم الله نشام. عافية كله بنيان، وين ما تروح بنيان شوف بعينك. قوام الله قوام الله عمي، شوف ابني يلبخ ويا عمي والله معدني بالعباس فضل. قواكم الله نشامه، قواكم الله عم الناصرية. هاي شيء صدق تحشون بخابيل تسوون صاحين والله ما ادري يعني ما ادري يعني تكسرونها تلاوونها ناصرية عم نموت كنا هنا كفيكم العباس. اذا ما نخلص القناة عندنا مات اذا ما مطالبنا ما نرجع يعني. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نستمع الى رأي السيد ابو عبيدة من الموصل. تفضل يا ابو عبيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الرحمة شهدائنا لبالناصرية والشفاء العاجل لإخواننا الجرحى. نعم يا أخي، هذه مفعولة والله مفعولة. زين سيد مقتدى، أنت من صرح تصريح أنه ماكو مذهبية وماكو طائفية، أي ليش تسوون هيك؟ هاي واحدة. اثنين، أنت البارحة من راح الأستاذ العرجي إذا الشباب شافوا وزلهم هم هذول ثورة العشرين، هذول الناصرية هذول أبطال شجعان، هذول العشائر وأصل وفصل. نعم. يعني تقاضى فيهم المذلة تصير بهم شباب دا يتظاهرون مظاهرات سلمية، أنتوا دا تقولون سلمية. نعم. وهم دا يتظاهرون سلمية. نعم. شنو الضرب بالنار؟ يعني يقدرون هسه هم يسوون أكثر وأكثر بس غير أنه دا يدورون أنه ما يريد يأذون الشعب. نعم. ولا الشعب مو هين. نعم. رجال الناصرية هذول رجال ثورة العشرين. أبو عبيدة سيد أبو عبيدة، مقتدى الصدر ما قال إنه ماكو مذهبية وماكو طائفية، لا قالك هجوم ده يصير على المذهب، وده يتكلم ببيانه إنه كأنه المذاهب بالعراق داخلة ببعض مذابح مثل 2005 و2006 اللي كان هو أحد عرابيها وأحد ذباحين الطوائف الأخرى على أساس طائفي. طيب ليش دي يعيدون يتكلمون بهاي اللغة وكأنه اكو مشاكل بين الشعب العراقي؟ ما أثبتت ثورة تشرين أن كل الشعب العراقي بكل أطيافه وكل مكوناته وكل مذاهبه كلهم إيد واحدة طلعوا بساحة التحرير؟ منو كان يعرف منه هذا الشيعي ولا هذا السني بساحة التحرير أو كل ساحات التظاهر؟
نعم ما حد يعرف بهذا الشيء. احنا كنا اخوة ومتكاتفين ايد بوحده. نعم. ما الام هو سيدور هذه انه المذهبية والطائفية هذه جرت من عندهم. جرت من عندهم. ليش يسوون تفرقة؟ نعم. احنا كنا حزمة رجال واحد وحزمة ايد وحدة. المفروض احنا اكو مثل عند العرب يقول اني واخوي اني واخوي على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب. نعم. ليش ما يدعسون بيش بشعبهم؟ يعني ذلوا الشعب ذل عند الله خبرها. نعم. انهم لو يستحون عيب عليهم يسوون بهذا لبست العقل هيك. يعني لما ما دعي يقبلون يتفاوضون الشعب مو قليل بدهم قليلة. ذلوا شعبنا كثير ذلوا. يعني شباب حلوة حلوة الجمر. انه دعي تظاهر مظاهرة سلمية يريد حق. انطوهم حقهم. ما تقدرون حقهم اطلعهم. اطلع برا خارج نطاق الدولة. خلوا العالم تقلبها غيركم. نعم. بارك الله بكم. شكرا جزيلا سيد أبو عبيدة من الموصل. أنا أشكرك للمشاركة. ويانا السيد أبو أيسر من تركيا. أبو أيسر تفضل. أستاذ محمد الله يساعدك. حياك الله. أهلا وسهلا. احنا نعرف السيد مقتدى الصدر مشكلة بالصوت يا شباب. تفضل تفضل يا أبو أيسر. السيد أبو أيسر من تركيا موجود ويانا ابو ايسر. تفضل يا ابو ايسر حياك الله. الله يساعدك استاذ. الله يسلمك استاذ. احنا نعرف مقتدى الصدر. نعم. على اساس يبين نفسه انه رجل وطني ويريد يضمن الحكم للتيار الصدري على اساس التيار الصدري مو ناس حراميه. يطالب المتظاهرين. نعم. يطالبهم على اساس بانتخاب قائمة التيار الصدري. وهو يدعي بالوطنية وهو ذيل من ذيول إيران. طيب احنا نحكي من الناحية العملية يا سيد أبو أيسر حتى هذا الكلام. نعم. أيضا يكون لكل أتباع مقتدى الصدر اللي بعضهم يشارك ويانا يتهجم وما عندهم غير لغة الجوكرية وأبناء السفارات. احنا نقول 54 نائب بالدورة البرلمانية الأخيرة. طيب وقبلها في كل دورة انتخابية وكل برلمان يكون عنده ما بين 30 إلى 60 نائب برلماني ومجموعة من الوزراء. وآخر شيء هسه في حكومة الكاظمي عنده وزير الكهرباء وعنده وزير الصحة كتلة سائرون اللي هو تابع المقتدى الصدر. طيب إش قدموا للعراق؟ إش قدموا لأبناء الشعب العراقي؟ ماذا حققوا ذول السياسيين؟ هم ناس كلهم حرامية أستاذ. هو يتقاتل وياها المالكي. نعم. باستمرار انه هذا ضد هذا. اي فنزل التيار الصدري للشارع. احنا دعنا عن الشرفاء من التيار الصدري. نعم. اي نزل هذول الناس الحثلق حتى يقتلون المتظاهرين الشرفاء. نعم. اللي طالبون بحقوقهم. ونزلوا وياهم هم بحجة التيار الصدري. نزلت وياهم العصايب وجماعة بدر وحزب الدعوة والنجباء فدا يقتلون هذولا حتى يتخلصون منهم. لأن إذا بقت الثورة ونجحت الثورة كل مصالحهم راح تنتهي وخاصة في منطقة الناصرية اللي هم مصالحهم كلها هاي المخدرات وتهريب النفط وكذا. فيريدوا ما يريدون مصالحهم تنتهي. نعم. إيه فهذا الإنسان متقلب بآراءه. شي يقولوا لإيران هو متفق مع إيران. وهددوه حتى من ضربوا بيته بالمنطقة اللي موجودة ما أدري أنا ما أذكر اسمها. هددوه قالوا له لو تمشي هيجي لو تمشي هيجي. فبقى هسه يمشي وراء إيران ما يمشي وراء العراق. ولا هو وطني ولا يعرف ذرة من الوطنية. طيب. لأن ما عنده مبادئ. أنا أشكرك يا سيد أبو أيسر من تركيا. شكرا جزيلا للمشاركة. عندنا رسالة من طبعا رسالة بعيدة عن الموضوع لكن هي واجب علينا قراءتها من احدى المشاركات. تقول السلام عليكم استاذ محمد وياك احدى الطالبات كلية اهلية. نطالب من حضراتكم بايصال صوتنا الى وزير التعليم العالي بتخفيض الاجور. والله الاهالي ماكو عمل. يعني الاهالي هم عليها كورونا هم منين يجيبون مليون ومئتين الف. والله ما عندنا رواتب يشتغلون عمال يعني والعيشة للعيشة لو ندفع بها أقساط. الله يكون بعونكم. الفقر مستوى الفقر في العراق بازدياد. بهاء العرجي أحد أتباع مقتدى الصدر
كان كبش فداء لعملية أطاحت به طبعا وبسبب أنه هو فاسد وسرق واختلس وكذا. طيب هذا متابع للتيار الصدري. طيب مقتدى الصدر لما خرج وقال بأنه أنا جزء ولولاي لم يتم اختيار أي شخصية من رئاسات الوزراء السابقة، كل رئيس وزراء تم اختياره بالعراق كان بيد أو عن طريق أو بتأثير من التيار الصدري رقم واحد، ثم بعد ذلك باقي مكونات العملية السياسية. يعني هو اعتراف أنه هو الذي جاء بكل من سبق من الفاسدين من الفاشلين من رؤساء الوزراء. طيب شلون يريد إصلاح وهو السبب باختيار حكومات سابقة من 2005 ولغاية اللحظة هو كان الطرف اللي أتى بكل الشخصيات اللي تسلمت منصب رئاسة الوزراء، شلون الآن طالع دا يريد إصلاح وطالع بمظاهرات ويسعى للدفع بالشارع العراقي إلى الانتخابات يكون هو طرف فيها؟ ما المعنى الآن؟ السيد أبو خضر من الموصل تفضل. أبو خضر، أبو خضر يسمعني؟ فقدنا الاتصال. معنا سيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. بالنسبة لأكو موضوع يعني هذا الوفد اللي يقول احنا نمثل اهل الناصرية ويحجون بدماء الشهداء والجرحى وطلعهم يتفاوضون مع لجنة او مع الحكومة، يعني دولي ما مخولين، يعني طلع الشارع اهل الناصرية وحجهم قالهم دولي ما يعبرون عن ما موجود داخل التظاهر وساحات التظاهر، فدولي موجودين بكل المحافظات للشيوخ، الشيوخ دولي الشيوخ الحكومة يعني اللي هم تابعين للحكومة بكل المحافظات العراق سواء السنية أو الشيعية، موجود هم ذول الشيوخ اللي تابعين للأحزاب واللي تابعين للميليشيات واللي جماعة يسموهم أهل الفصول والدقات العشائرية، هم ذول ما يمثلون أحد، فدماء الشهداء ما حد يمثلها إلا الأحرار والوطنيين بالناصرية وبالمحافظات الجنوبية وكل محافظات العراق، يعني هذا الدماء مو رخيصة عدها هلها في سبيل يطلع اي شخص يسمي نفسه شيخ شيوخ هسه اللي شيوخ 2020 ويتفاوض على دماء الشهداء، يعني دماء الشهداء اللي الحكومه مع الاسف ما تعتبر بها اي اعتبار لا لاهلهم ولا تعويضات ولا حتى يحسبوا يعطوهم يعني مثلا حقوقهم ابسط حقوقهم، فالحكومه هي جزء من هذا القتل اللي صار، لان هي تعرف منه المسبب وتعرف الجاني منه، هم ميليشيات تابعة إلى مقتدى الصدر وبالذات سرايا السلام القبعات الزرق، لأن الشارع الناصرية وساحة الحبوبي هم يعرفون منو جا قتلهم وهم يعرفون منو صادم معاهم بذيك الليلة الغبراء الليلة السوداء اللي صارت راحم ضحيتها 7 شهداء وأكثر من 90 جريح. سيد صباح، وفد الكاظمي لما كان قاسم العرجي فاتح التليفون ليسمع الموجودين كلامه قال احنا حققنا لكم كل ما طلبتوا انتخابات، سوينا لكم انتخابات مبكرة وطناكم الموعد، اشردتوا ردتوا محاسبة قتلة المتظاهرين شكلنا لجنة، اعطاء عوائل الشهداء تعويضات سوينا لجنة، ما تكلم غير عن قضية الانتخابات انه حققها، الباقي كله سوف وسنعمل وسنسوي. طيب اللي قاعدين حواليه ما سألوا نفسهم انه او ما سألوا هو اش حققت على ارض الواقع من هالكلام؟ قتلة المتظاهرين لا يزالون يزدادون اصلا ما حاسبهم، وين تعويضات عوائل الشهداء شهداء الثورة شهداء التظاهرات؟ ما موجود على الارض، صار له 6 شهور مصطفى الكاظمي وطبينا على 7، ما الذي حققه للعراقيين؟ بالنسبة لمصطفى الكاظمي وهذا قاسم العرجي، هاي الفقرة اللي سواها اتصال يفتح سبيكر في سبيل يسمع، هذا كل اعلام للاعلام في سبيل يسمع صوت للشيوخ القاعدين، وهم اغلبيتهم ما مخولين ولا هم اصحاب الشهداء عوائل الشهداء في سبيل يصيرون هم اصحاب قرار، مجرد كسب اعلامي لقنواتهم القنوات التابعة للحكومة لا اكثر ولا اقل. مصطفى الكاظمي شكل اكثر من لجنة سابقة، شهداء البصرة وشهداء الحلة والنجف وكل المحافظات وكربلة وبغداد وغيرها ساحة الاعتصام، اللجان اللي شكلها مصطفى
مصطفى الكاظمي، وين اللجنات اللي موجودين؟ ما حد موجودين من الحكومة تحميهم ويحملون باجات وعندهم كواتم وعندهم يعني تابعين رئاسة الوزراء. هم كلهم منطوين تحت راية هيئة الحشد اللي يسموها صارت برئاسة الوزراء، أعلى سلطة، أعلى من الدفاع وأعلى من الداخلية. فمصطفى الكاظمي جاي يمشي الأمور لحين تصير الانتخابات، هذا واجبه، ما واجبه أن يكشف الجنات وأن يحاسب فاسدين. أحد مطالب المتظاهرين في عموم العراق، كل العراق، أن محاسبة الفاسدين الحيتان مثل المالكي وهذه العامري والوزراء اللي استلموا مناصب الوزارات على كل الحكومات المتعاقبة من 2004 ولحد الآن، يعني بعد مجلس الحكم، وزراء فاسدين بالكهرباء وبالصناعة وبالتجارة ويعرفوها السوداني وغيره. هاي ملفات المفروض المتظاهرين طلبوا محاسبة الفاسدين في سبيل إرجاع الأموال اللي انسرقت لميزانية الدولة اللي هي حاليا خاوية. ما صار بها أي شيء. أنا أشكرك سيد صباح من بغداد المشاركة، ويانا سيد رسول من الناصرية. تفضل يا رسول. السيد رسول من الناصرية تفضل. موجود؟ ما موجود. طيب أبو علي من بغداد تفضل يا أبو علي. السيد أبو علي من بغداد موجود؟ فقدنا الاتصال ويا السيد أبو علي من بغداد أيضا. طيب وكالة فرانس بريس مشاهدينا الكرام قالت إن ثورة الشباب العراقي ضد النظام القائم على المحاصصة تؤكد أن الغضب الشعبي المتواصل منذ عام 2011 وصل ذروته في الموجة الثانية من ثورة تشرين. أضافت الوكالة أن التظاهرات بدأت في عام 2011 للتنديد بحكومة نور المالكي التي نشرت الفساد وتسببت في إسقاط العراق بيد تنظيم داعش. أشارت إلى أن هذه التظاهرات كانت نقطة تحول في العراق، وتابعت أن ثورة تشرين نجحت في إيصال رسالتها أنه لا تزال قائمة، وأن الأسباب والمحفزات التي دفعت الشباب العراقي للتظاهر لم يتم معالجتها، ومنها سرقة الموازنة العامة وإفراغ ارتفاع نسب البطالة وانهيار الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية. وأوضحت الوكالة أن الحراك لم يتوقف عن المطالبة بالتخلص من التبعية والولاءات الخارجية ومحاسبة قتلة المتظاهرين. أسئلة توجه إلى الحكومة وتوجه إلى تحالف سائرون الذي يتزعم مقتدى الصدر والتيار الصدري بشكل عام. ما الذي حققتم من هذه البنود التي يطالب بها العراقيون ورفع شعارها منذ أول يوم في الثورة؟ معنا السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحيي هاي القناة العراقية العظيمة وعامليها. حياك الله. أولا بالنسبة لمقتدى الصدر، احنا كنا نعرفه أو مو جماعته، احنا نعرفه إنسان مجرم. مجرم من بداية 2003 إلى هذا اليوم، كل اللي قتل بالسجون هو من جماعته اللي مال سرايا السلام وجيش المهدي الى اخره. هو كله هو الراس، هو الراس المحرر لهم. هو انسان قاتل ومجرم، قاتل ومجرم. طيب. ثاني شيء الكاظمي انسان فاشل، كل شيء ما يعرف يسوي. انسان فاشل، بس يدز هو لما يدز قاسم العرجي. من هو قاسم العرجي؟ قاسم العرجي هو من جماعة مقتدى الصدر، بدر من جماعة بدر. قاسم العرجي حاليا هم بيناتهم يتنازعون، بيناتهم واحد يحب الله. ها يعني هم هو كل شيء ما يقدر يسوي لجان ويسوي تحقيق ويسوي هذا، بس هو كل الزين يعرف من القاتل، هو كل الزين يعرف المجرمين، بس هو جبان ما يعرف يسوي، يطلع ما يعرف يحكي، يخاف يحكي. قال لك انا هاي مدتي اقضيها وامشي احسن ما يقتلوني، لان مهددي هو 20 مره هددوا هو يعني بمنصبه وهددوا. نعم. وثالث شيء احنا نعرف ان العراق مع الاسف الشديد العراق انسلب من جماعة هذول الحرامية اللي اجوا من 2003 الى هسه، وبعدين مسلوب من جماعات اخرى من دول اخرى.
يعني احنا دنشوف فد اشياء يعني. سيدة ام ازهار، قبل ساعة طلع مقتدى الصدر ببيان نشره على تويتر يقول بانه الحل قدامكم يا عراقيين أن تروحون لصناديق الاقتراع، هذا هو الحل. لما تحجون بالشوارع ما حد يسمعكم، لكن ممكن الناس تسمعكم من تروحون تنتخبون. طيب، هل يمكن للعراقيين أن يذهبوا إلى انتخابات تيار الصدري وبدر والخراساني والمادري منه، ذول الميليشيات موجودين في هاي الانتخابات؟ هل يمكن الانتخابات يتواجد بها كل من أفسد بالعراق خلال السنوات الماضية أن تحقق شيء للعراقيين؟ يقدر يطلع ما اي عراقي ما يقدر يطلع، وهذول العصابات موجوده. هذول العصابات موجوده والسلاح بيدهم. هو يعني اكثر قضيه اللي ما سواها هو ما قدر السلاح يسحبه من هذول العصابات. ما قدر. شلون يطلعون الناس تنتخب؟ ما حد يطلع ينتخب. كل انسان شريف وعنده قيم ومبادئ انسانيه لهذا البلد ما يطلع ينتخب، لانه نفسهم راح يعودون نفسهم. نفسهم راح يعيدون، وهاي لعبه منهم من السياسيين وهذول اللي عندهم مصلحه لهذا البلد. والبلد مبيوع من زمان من دول اخرى، من دول اخرى. احنا دا نشوف فيديو يطير العقل انه ايش قد اكو مجموعات دا تشتري وتبيع بالنفط العراقي، ويعرف بها الكاظمي وبها مشترك المالكي ومشتركين بها وزراء سابقين ومشتركين كلهم بها. لكن من يقدر يطلعهم إلا شريف النجيب بهم اللي تجي قيادة قوية يلا يقدرون. طيب، يخلصون البلد من هذا، من هذول العصابات. أنا أشكرك يا أم زهراء من بغداد، ويانا السيد أبو فاطمة من النجف. تفضل يا أبو فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي. بالنسبة للأحداث اللي جرت في الناصرية الأبية، هي رفعت رأس العراقيين أقول لك بصراحة، وسيأتي إن شاء الله النصر والخلاص من هناك. الآن مقتدى الصدر في موقف يعني أنه بدأ يتوسل ويرسل الرسائل إلى بغداد، وفعلا تم إرسال القوة البارحة، يعني الشرطة الاتحادية المزعومة والجيش. وهو يعلم جيدا هذا يعني هذا العميل الإيراني. طيب، إنه لا يستطيع أن يلوي ذراع الأهل الناصرية. الأهل الناصرية الآن دا يبنون أخي بدل الخيام الغرف. الذي تم إرساله من بغداد هو المجرم قاسم الأعرجي، الذي هو عضو من منظمة بدر، وهو يعني من مزدوج الجنسية الإيرانية وعنده العراقية طبعا. هذا الرجل الآن هو تم إرساله إلى ديالى أيضا قبل أسابيع. ويأتمر بأوامر أقاني، هذه معروفة لا نشك فيها. طيب، نعم، فالأمر أخي متأزم، والناس لن يسكتوا. العشائر والعرب والعراقيين خلي يعلم الغير العراقي، أقولها دائما، مقتدى الصدر إنه لا يستطيع هذا الرجل العراقيين بقتل بعض منهم، لأن وراءهم عشائر ووراءهم زلم ووراءهم إذا ما في قانون سنأخذ الثار أخي. طيب، يعني احنا بس اكو شيء سريع اسأله لحضرتك، لما يرفع شعار يقول عراق الصدرين والمرجعية، ليش بهاي الطريقة بهاي اللغة يستخدم هاي اللغة ويهمش باقي المكونات؟ والآن في رسالة أخرى يتكلم عن مهاجمة المذهب، إعادة إثارة هذه النعرات الطائفية وإثارة الفتن بهذه الطريقة، هل هي هاي الطريقة اللي حتكسبه واللي حتخليه يتبوء منصب مهم في الحكومة القادمة مثلا؟ أخي محمد، هذا الرجل يعني ما هو تاريخه؟ هذا الرجل شخص إمعة، رجل جاهل بدون تجاوزات شخصية. أبو فاطمة رجاء أخي، لا يعرف السياسة، رجل يعني معروف تاريخ الأكاديمي، ليس يعني ما مخلص ابتدائية. فلا، هو يظن أنه بالقوة ولو الذراع وترهيب الناس، وهي طبعا
خصلة من خصل المجرمين في إيران أنه إرهاب الناس قلع عيونهم بطل. يعني أنت تعرف أخي ماذا فعل في 2006 في العراقيين وبالفلسطينيين؟ هذا يظن هذا الرجل أنه عنده بعض القوة، وترى بالمناسبة إيران وزعت القوة في العراق بين الميليشيات وبين الشرطة وبين الجيش، إذا برز شخص إذا برزت مجموعة تضربها مجموعة ثانية. هذا الرجل الآن أخي بدأ يتوسل، لا يستطيعون، وحتى قاسم المجرم قاسم العرجي لا يستطيع أخي أن يهدئ الأمور، هنالك دماء. يعني إحنا لسنا في 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 يعني في الذين ذهبوا ليس قليلين، يعني علينا أعزاء علينا هذه دماء. طيب. لازم يتم حل واحد هو أمامهم، لازم يتم تقديم مقتضى الصدر إلى القضاء ويتم إعدامه، لأن أخي هو الذي يعني أرسل إشارات لجماعته في الناصرية ومن قبلها في النجف. طيب. وغيرها لقتل الناس. سيد أبو فاطمة من النجف، أنا أشكرك. ويانا سيد أيسر من واسط، تفضل يا أيسر. أيسر من واسط موجود؟ أيسر فقدنا الاتصال. طيب نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم في حلقتنا لهذا اليوم، نتكلم عن استمرار التصعيد طبعا في محافظة ذي قار مدينة الناصرية بعد أن واجهت هذه العملية الممنهجة الانتهاكات الخطيرة الجريمة والمجزرة التي ارتكبت على يد ميليشيات مقتدى الصدر بتواطؤ من القوات الحكومية اللي مكنت هذه الميليشيات من الدخول وهي تحمل السلاح، وقامت بعمليات حرق وإزالة لخيم المعتصمين بالشفلات. طبعا استخدمت المعدات الحكومية معدات الدولة بعملية اعتداء وانتهاك صريحة. هذا الموضوع تم أمام أنظار القوات الحكومية بمعرفتها وعلمها ولم تتدخل. وطبعا مصطفى الكاظمي أرسل وفد يتزعم مستشار الأمن القومي قاسم العرجي إلى ذي قار للوقوف على يعني أحداث أو خلفية الموضوع، ما قدم شيء بالنهاية، مجرد وعود أعطاها مصطفى الكاظمي لمجموعة حسبت نفسها على ذي قار وعلى المتظاهرين ذي قار وأنهم شيوخ العشائر اللي يمثلون المتظاهرين. عرضنا البيان في بداية الحلقة اللي كان من ذي قار من الناصرية من شيوخ عشائر المحافظة وهم في وسط المتظاهرين، طلعوا ببيان قالوا اللي التقوا بوفد مصطفى الكاظمي ذولا ما يمثلونه، ذولا ما يمثلون إلا أنفسهم ومصالحهم الشخصية، وحاولوا ينتفعون بهذا اللقاء ويا وفد مصطفى الكاظمي حتى يطلعوا لهم بمنفعة مادية معينة. لكن الواقع الحال الثوار في ذي قار وفي الناصرية تحديدا يرفضون المفاوضات الحكومية ويمهلون السلطة 4 أيام للكشف عن قتلة أبنائهم، 8 شهداء وأكثر من 80 جريح. هناك شهيد اليوم أيضا سقط نتيجة الإصابة والتأثر بالجراح في مدينة الناصرية. عندنا رسالة. السلام عليكم، تحية طيبة للمشاهدين وللكادر. يقول والله يا أستاذ محمد إحنا عتبنا على الوقت، هذا الوقت اللي خلى واحد مثل مقتدى يحكي باسم المذهب والوطنية والحمية. أنا أريد أستخدم لغة تليق مستوى
هذا الشخص المسمى مقتدى. يا مقتدى هسه لو مو الدنيا انقلبت، كان انت قاعد بحسينية وتحلم تلزم ألف دولار بإيدك، قاعد هسه تحكي لي بالمذهب؟ يعني هناك انتقادات كبيرة طبعا لزعيم ميليشيا سرع السلام مقتدى الصدر وزعيم ميليشيا جيش المهدي سابقا، أنه بيده أو من خلال جيش المهدي طلعت هاي المجاميع اللي دنشوفها، قيس الخزعلي، واثق البطاط وغيرها من الأسامي والشخصيات اللي خرجت من رحم جيش المهدي وارتكبوا جرائم وانتهاكات ضد العراقيين، وكان هو أحد الأذرع اللي الطائفية طبعا اللي مستخدمة اللي كانت موجودة في عام 2005 و2006 وكانت هي يعني مستهدفة لطوائف معينة ولأطراف أخرى معينة في الحرب الطائفية اللي صارت. فيتكلم الآن عن محاربة المذهب وعن حاولوا حماية المذهب، وهذه اللغة إعادة استخدامها مرة أخرى، هناك انتقاد شديد. طبعا نتكلم بنقطة مهمة جدا ذكرها في بيانه، وهي موضوع أنه هو وعد، يقول بعد أن حققنا لكم تنصيب الكاظمي وتغيير قانون الانتخابات وبعد أن حققت المرجعية استقالة عادل عبد المهدي، بالحالتين لم يكن هناك اختيار للشارع العراقي للشعب العراقي لا بعملية إسقاط عادل عبد المهدي، أنه عادل عبد المهدي استقال بعد أن أمرته المرجعية بذلك، وموضوع أنه من جاء بمصطفى الكاظمي يتم تداول موضوع داخل أروقة عملية سياسية وعلى الصفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية تابعة للأحزاب أنه مصطفى الكاظمي جاء بإرادة شعبية، وهذا أكبر دليل من مقتدى الصدر أنه من جاء بمصطفى الكاظمي هو مقتدى الصدر. فما الذي قدمه مصطفى الكاظمي للعراقيين؟ ما الذي حققه من مطالب العراقيين بخلاف موضوع إعلان الانتخابات المبكرة؟ هل قام بمحاسبة قتلة المتظاهرين؟ هل كشف عن حيتان الفساد؟ طيب مصطفى الكاظمي جاء عن طريق مقتدى الصدر، ألا يدعو الصدر للإصلاح؟ فما الذي حققه الكاظمي من إصلاح؟ طيب هذا الشعار المرفوع اللي صار له أكثر من سنة من مقتدى الصدر، ما الذي حققه نواب مقتدى الصدر البرلمانيون داخل قبة البرلمان، وما الذي قدمه وزراء مقتدى الصدر لوزاراتهم للشعب العراقي؟ امتلاك لوزارة الكهرباء وامتلاك لوزارة الصحة، لما نشوف الوزارتين ونباوع على أرض الواقع في العراق، ما الذي حققته وزارة الكهرباء بعد أن أنفقت أكثر من 60 مليار دولار على قطاع الكهرباء بحسب الاعترافات الحكومية؟ وما الذي قدمته وزارة الصحة لقطاع الصحة ونظام الصحة المنهار في العراق في ظل تفشي وباء كورونا وفي ظل الأزمة الصحية الكبيرة التي يعانيها العراق؟ ما الذي قدمته هاتان الوزارتان التابعتان لمقتدى الصدر وطبعا بقية النواب والمسؤولين؟ معنا اتصال. طيب أم زهراء من العراق هي عندها رسالة أرسلت لنا، تقول السلام عليكم، أنا أم زهراء بس حبيت أسأل من خلال قناتكم، أكو تنفيذ حكم الإعدام بحق النساء؟ لا موجة لا فتشي، ما نعرف شنو مصير السجناء، حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا من الأزمات ومن الملفات الشائكة في العراق هي ملف المعتقلين وملف أحكام الإعدام التي تنفذ باستمرار ضد معتقلين، تؤخذ منهم الاعترافات بطرق غير قانونية وفق اعترافات دولية وتقارير تثبت هذا الكلام، وطبعا هذا أيضا يدخل في ظل فشل السياسات الحكومية المتبعة منذ عام 2003 ولغاية هذه اللحظة. من عندنا؟ السيدة أم عبد الله من بغداد، تفضلي أم عبد الله. السيدة أم عبد الله من بغداد، فقدنا الاتصال ويا السيدة أم عبد الله من بغداد. إذن مشاهدينا الكرام، كما قلنا مصطفى الكاظمي قام بإرسال وفد يترأس مستشار الأمن القومي قاسم العرجي وهو قيادي في ميليشيا بدر كذلك إلى محافظة ذيقار للوقوف على الأحداث التي جرت. هل يجهل مصطفى الكاظمي وفريقه الموفد إلى ذيقار من هم الأشخاص الذين قاموا بارتكاب المجزرة في ذيقار في مدينة الناصرية؟ ألم يخرج مقتدى الصدر ببيانات وتغريدات هو وممثلة صالح العراقي أنه يا أتباع الصدر يا كذا اهجموا سووا احرقوا نظفوا؟ طيب هذا الكلام مو هي أدلة إدانة
لمقتدى الصدر ولتياره السياسي ولميليشياته بينهم من ارتكبوا هذه الانتهاكات؟ ألا يكفي حديث عشرات بل مئات من المتظاهرين في الناصرية يؤكدون أن ميليشيا مقتدى الصدر وأنصاره وأتباعه هم الذين قاموا بعملية الحرق والاعتداء والقتل وإصابة هذا العدد من المتظاهرين؟ هل يكفي أو هل يحتاج الموضوع أصلا لتشكيل لجنة تحقيق؟ ألا يكفي ما موجود علنا من مقاطع موثقة وغيرها من اعترافات تثبت أن مقتدى الصدر يقف خلف هذه الانتهاكات؟ طيب معنا الآن مقطع مشاهدينا الكرام، خلينا نشوفه في كربلاء، عملية قطع طرق من المتظاهرين احتجاجا طبعا على الانتهاكات التي حدثت في ذي قار، فلنشاهد. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ويانا السيد ابو حسين من واسط، تفضل يا ابو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم عيوني. حياك الله، أهلا وسهلا. عيوني الحل الأمس. نعم. وتريد النقل أي واحد مشارك عملية سياسية نعم. من 2003 ولحد يومنا هذا المحقوق ما يشارك، لا هو ولا الكتلة مالته ولا الحزب مالته. تمام. تمام، هاي نقطة واحدة. أيه؟ والنقطة الثانية بالنسبة للقضاء. نعم. القضاء متعاون ويا السلطة. نعم. ولذلك يضمون لهم الشغلات اللي الشغلات اللي يمشون عليها مو زينة. بالنسبة للسرقات وبالنسبة للعقود مالتهم وتهريب الأموال ومال شغلات المزاد مال العملة مال البنك. نعم. طيب سيد ابو حسين، بكل اللي تفضلت به ليش بعدنا نعم. نشوف هاي الاحزاب اللي مشاركه بالعمليه السياسيه واللي كانت اساس من اول حكومه لغايه اليوم، بعدها تقول يلا يا عراقيين انتخبوا حتى نسوي اصلاح؟ ليش ما حققتوا الاصلاح خلال السنوات اللي مضت؟ احنا بالنسبه لنا انتخبنا ناس اللي نعرفه، صدقني. نعم. هذا واحد من العالم. انتخبت انسان شريف، بس متى تعطي صوت هيك؟ أي. الصوت وين يروح ما أعرف. أه. بالنسبة لمفوضية الانتخابات. نعم. عجبا يزورون يأخذون فلوس شلون يعدون هذين الأسماء. وما عندنا ناس اللي مستقلين ويندعمون يوصلون للبرلمان حتى يغيرون من وضعية البرلمان. يعني أنت طيت صوتك إلى شخص تعتقد أنه هو شخص نزيه شريف، ومع هذا ما تحقق لك اللي كنت تطمح له. لا لا اصلا ما صعد. ما صعد. طيب شلون اذا بالعراقيين وهم دا يريدون ينتخبون شرفاء واكو منظومه فساد هي اللي تختار على مزاجها منو اللي يصعد ومنو ما يصعد؟ بالضبط، احسنت، بارك الله فيك. نعم. احنا المفروض هاي مفوضيه الانتخابات تكون الصوت اللي يعطي هاي يصير امانه عندهم. طيب. حتى يوصل هاي الشخص اللي اريده انا. يعني مو معقوله هاي الملايين الطالعه كلها ماكو ناس تمثلها، لعد شلون هذول الاحزاب اللي هسه كل العالم. نعم. كل العراقيين يقولون يطلعون عليهم ما رايديهم. نعم. يعني شلون يوصلون للبرلمان؟ طيب. يعني هاي هسه الملايين مو طالعه الملايين وكلها تقول انا ضد الطبقه السياسيه اللي حاكمه البلد. اي هاي الملايين المفروض مو لها ناس اللي انتخبوا هذول انتخبوهم وصعدوهم. طيب. يتبرعهم ما يوصلون للسلطة حتى يغيرون. نعم. من الوضع. نعم. أبو حسين من واسط. طيب. أنا أشكرك شكرا جزيلا، كلام مهم للغاية من السيد أبو حسين، وهو ضرب مثال مر وياه أنه هو انتخب شخص نزيه شريف، يعني من وجهة نظره طبعا احنا ما نعرف من هو، لكن هو يقول يعني أنا انتخبت شخص شريف. هذا الشخص ما صعد، ما قدر يصعد في ظل هذه الموجة من الفاسدين،
هذه المجموعة من السراق من الفاسدين من اللصوص الذين يحكمون في العراق، ما قدر صوتي يوصل، ما صعد الشريف اللي أنا أردته يصعد، وبالتالي ذول اللي موجودين بالعراق الآن اللي يعتقدون أن هم ممكن ينتخبون بهاي الأجواء اللي يحكم بيها السلاح وتحكم بيها الميليشيا، شلون حتقدر تحقق غايتك ورغبتك وتذهب إلى الانتخابات وأنت تعرف مبدئيا أن هذه الانتخابات تتم في ظل أجواء غير ديمقراطية غير قانونية، مثل ما يقول أبو حسين القضاء في العراق متحالف مع السلطة، القضاء في العراق متواطئ مع السلطة. الأمم المتحدة وصفت القضاء في العراق بأنه فاسد وفاشل، هذه الأمم المتحدة أعلى مؤسسة دولية في العالم، أكبر مؤسسة، فلما تصف المؤسسة الدولية القضاء في العراق بأنه فاسد وفاشل فبالطبع لن تجرى انتخابات نزيهة في العراق في ظل وجود هكذا نظام. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.